مصر لها سياسات واضحة، مصر منبر ممتاز ومثل يقتدى به حتى تكون البلد الذي نسعى فيه معا من أجل إرساء تغيير يوفر الحياة الكريمة للجميع. وأول تغيير كما تحدث هو تغيير العقليات في العمل على تغيير كل ما هو في عقلياتنا من شأنه أن يقصي الآخر، يقصي الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، يقصي الغريب عن بلدنا، يقصي الإنسان الغير المتعلم أو الأمي أو ما إلى ذلك. وهذه كلها طبعا تنصب في أولويات التنمية في مصر والتحديات الرهنة الموجودة في مصر. I'm going to go to the next slide.